الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على صوت الخبط اللي في المواتير القديمة. المواتير القديمة أنا بتكلم على العربيات اللي عمرها أكتر من 10 سنين، 11 12 13 سنة، وفي نفس الوقت مش العربيات القديمة قوي اللي هي يعني بنتكلم في التسعينات بقى والكلام ده. أنا بتكلم على عربيات الإنجكشن اللي فيها صوت خبط اللي هو صوت التسقيف، اللي هو عامل زي مثلا عربيات المانيوال طالع مطلعايه وجايب النقله الثالثه. الصوت السقف ده او الصفع ده بيبقى نتيجه ان صوت خبط المكابس جوه جسم الاسطوانه هو اللي بيعمل الصوت ده. الصوت ده في منتهى الخطوره، في ناس بتسمعه عادي. اللي حاصل ان البيستن بتاع العربيه او السلندر، البيستن طالع مكبس طالع نازل طالع نازل، لما بيحصل الخبط ده بدل ما يبقى طالع نازل رأسي بيطلع وينزل ويخبط افقي كده، فده اللي بنسمعه، وبيعمل تلف شديد في المحرك، بيخلي شكل الاسطوانه المكبس بيبقى شكله عامل كده زي ما احنا شايفين، وبيحك في جسم الاسطوانه، بيتلف الكرانك بتاع العربيه طبعا على المدى الطويل يعني لما بنهمل الصوت ده. طيب الصوت الخبط ده جاي ايه بقى اصلا؟ الصوت ده جاي من حاجه اسمها الاشعال المتقدم، يعني الاشعال العادي بيبقى جاي من السبارك اللي هي الشراره اللي طالعه من البوجيه نفسه. الإشعال المتقدم بيحصل جوه جسم الأسطوانة من جوه مش من البوجيه، اشتعال ذاتي للخليط بيعمل كده. اللي بيحصل في الأسطوانة إن البستم هو طالع بيوصل نقطة معينة، البوجيه بيدي السبارك إشعال بيولع الخليط يشتعل بتنزل البستم تحت او المكبس لتحت. الحاله اللي بنتكلم عليها بقى ان الاستم هو طالع لسه طالع فوق بيحصل اشعال ذاتي للخليط. تختلف بقى وضع الاشعال ده بيحصل امتى، هل بيحصل وهو في نص المشوار بتاعه ولا خلاص قريب جدا لشمعة الاشتعال النقطة اللي هيتم فيها الاشعال بس قبلها باجزاء من الف من الثانية. لو اجزاء من الف من الثانية الموتور هيمشي بس هنسمع صوت الخبط وتدوس بنزين زيادة ويعدي الموضوع، انما لو هو حصل ولسه السلندر طالع مكبس طالع لفوق وحصل اشعال في نص المشوار، البستن بدل ما هو طالع بينفجر الخليط يروح جاي نازل تاني تحت، الموتور بيقف في الحالة دي. طيب ايه اسباب بقى الموضوع ده كله؟ في كذا سبب، هبدا بالسهل وهنتهي بالصعب. السهل اللي هو اشهر الاحوال، يعني لما العربيه بتبقى اصلا في الكتالوج بتاعها اي تحط بنزين 92 واحنا عشان نوفر نحط 80، في هنا اعتقاد خاطئ ان البنزين ال 92 بيشتعل اسرع وانقى من البنزين 80. الكلام طبعا ده غلط، فعليا البنزين ال 80 قابليته للاشتعال اسرع من البنزين ال 92. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ 92 ايه وال 80 ايه؟ البنزين ال 80 ما بيتحملش انضغاط، لو بتضغطه مع هواء بيحصل له اشعال ذاتي. البنزين 92 بيتحمل الانضغاط، ينضغط مع الاكسجين وما يشتعلش. البنزين 95 ينضغط اكتر مع اكسجين وما يشتعلش. كان زمان بيحطوا السيارات الرصاص اللي هو البنزين اللي هو فيه رصاص يعني عشان يخلوا البنزين يتحمل انضغاط اعلى. المواتير القديمة اللي هي بتاعت الفيات واللادا والحاجات دي كده
كان نسبة الانضغاط بتاعتها 1 لـ 8، يعني اسطوانة المكبس بتضغط الحجم اللي جوه بنسبة 1 لـ 8، يعني لو اسطوانة قد كده بتنضغط قد كده، فكنت ممكن تحط بنزين 80 لأن نسبة الضغط قليلة. المحركات المتوسطة اللي هي زي الشيفروليه اللانوس والافيو يعني الحاجات اللي زي كده، دي بتبقى نسبة الضغط بتاعتها 1 لـ 9، أعلى شوية. المحركات الأعلى شوية اللي هي 16 فولف بتبقى حوالي 1 لـ 10. بعض المحركات الياباني وصلت دلوقتي للاستعمال العادي مش للسباقات 1 لـ 15 أو 16 كمان. ده معناه اللي عايزه بنزين تقريبا 97، لان لو حطيت لها بنزين 92 الخليط ده هيشتعل ذاتي ويعمل صوت الصاف او الخبط ده. ده كده الموضوع اللي بنتكلم فيه. في بعض الناس تقول لك ايه، اعمل فيشت الاوكتين. فيشت الاوكتين بتخلي اشعال البوجيه يتاخر شويه، ياخر الاشعال. بس في نقطه، انت بتاخر الاشعال تمام، انما حيز الانضغاط اللي هو متصمم بيه المحرك مش هيتغير. 1 لـ 10 مثلا، انت اخرت زاويه الاشعال بتاعت البوجيه هتشتعل متاخر، انما الخليط ممكن يشتعل ذاتيا وهو جوه الكبس العالي ده. ده بس ايه يعني كده موضوع جانبي كده. فموضوع بقى نحط بنزين 80 بدل اللي هو قايل عليه 92 بيعمل لي الموضوع ده، هيوفر شويه انما هيتلف الموتور على المدى الطويل بالافات الجنيهات طبعا. الحاجه التانيه اللي بتعمل الظاهره دي اللي هو بتبقى طبعا انا برضه بتكلم عربيات قديمه اللي هي طول عمرها ماشيه جوه المدينه، ماشيه 20 و30 و40 كيلو اقصى حاجه، وتقف وتمشي وتقف وتمشي، بتستعمل زيوت وحشه، بيتكون جوه كربون. الكربون دوت مع الوقت بيترسب على جدران المكبس، على سطح المكبس من جوه، على صمامات السحب زي ما احنا شايفين كده. مع الوقت الكربون ده الفحم ده يعني ممكن يشتعل ذاتيا يعمل لي الحاله دي. الحاله الثالثه اللي هي استعمال بوشيهات مش مناسبه، اللي هي سبارك بلاج، هوت سبارك بلاج وكولد سبارك بلاج، اتكلمت عليها قبل كده في حلقه تانيه وساب الاسكريبشن بتاعها تحت، اللي هي البوشيهات السخنه والبارده دي. لما بنعملها مش مناسبه مع طول المده، الجسم بتاع البوجيه نفسه اللي هو الجسم السيراميك اللي جوه اللي جوه البوجيه نفسه اللي هو بيبقى جوه السلندر نفسه بيتوهج، بقى لونه احمر من السخونيه، فكأنها شمعه شعلة نار مولعه جوه، فبيحصل انفجار كده ويعمل الحاله دي. بعض الميكانيكيه يقول لك ايه، لا ده البوجيه بايظ مرطب بيعمل كده، يعمل اشعال متقدم. طبعا غلط، هو البوجيه مرطب يعني مش هيشتغل اصلا، يعني مش هيطلع شعله، هيعمل ميس فاير، تفويت اشعال، بس مش يعني مش هيولع خالص، ولا اشعال متقدم ولا اشعال متاخر، هو مش هيشتغل اصلا، فما يعملش الصوت الخبط. بس طبعا بعض الميكانيكيه العاديين مش فاهمين الكلام، ولا غير البوجيهات. ده طبعا ده غلط، تغيير على الفاضي برضه فلوس بتترمى على الارض بدون طائل. لازم الواحد يبقى فاهم قبل ما يغير الحاجه، يبقى فاهم هو السبب بالظبط. الحاجه اللي يعني بتبقى نادره الحدوث بيبقى فيه جوان مقطوع، جوان وش سلندر بين اسطوانتين، مثلا بين اسطوانه نمره 1 و2 او بين 3 و4، في قطع صغير. البستم ده هو طالع، ده بيكبس، والتاني شوط القدره اللي هو حصل الانفجار، بيطلع غازات من دي مشتعله داخله على التاني، يحصل الحاله دي برضو الاشعال المتقدم ده.
احنا النهارده هندخل هنستعمل الاندسكوب، وهندخل جوه محرك عربيه نشوف البيستم من جوه، شكل الكربون والزيوت اللي بتعمل الحاله دي بتبقى شكلها عامل ازاي على جسم الاسطوانه نفسه. الحساس اللي هو النيك سنسور بقى اللي هو بيبقى بيمنع الظاهره دي، ده بيبقى شكله شبه ده، اشكال طبعا، وبيبقى من جوه عامل زي ليه مقاومه عامله كده. لما بيحصل صوت خبط جوه المحرك، المقاومه دي بتتهز بتتغير، بتبعت للكمبيوتر يقدم او ياخر زاويه الاشعال. كان زمان بنعمل الكلام ده في العربيات القديمه بحاجه اسمها سبيرتير، بتبقى عامله كده بنجيبها يمين وشمال عشان نقدم او ناخر زاويه الاشعال. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي الجزء العملي. احنا دلوقتي نزلنا الكاميرا من الفتحه بتاعت البوجيهات على السطح العلوي بتاع المكبس، ده اللي احنا شايفينه. طبعا اللي في الجنب ده جسم الاسطوانه، طبعا دي جسم الاسطوانه. طبعا شايفين الجزء اللي فيه حاجات بتلمع، اللي بيلمع ده كله بواقي زيوت اتحرقت، هي العطيه اللامعه دي. وهنلاقي فيه نقر، النقر دي السطح ده كله مفروض كربون، في حته تبدا تتفتفت منه بقى وتشتعل، ده اللي احنا بنقول عليه بتعمل اشعال متقدم. طبعا طبعا شايفين برضو السطح فيه حتت متكسره جواه، كل ده كربون ولع. طبعا النسبه دي عاليه قوي، طبعا ده بيخلي العربيه لما بتقفل الكونتاكت بيفضل الموتور شغال ثانيه او اتنين نتيجه كان في بوجيهات بتشتعل. طبعا شايفين قد ايه الزيوت والكربون اللي جوه شكله عامل ازاي. نشوفكم ان شاء الله في حلقه تانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.